رياضي حامل كأس لبنان وهومنت بن حامل لقب بطولة لبنان وحامل لقب البطولة العربية لسنتين على التوالي، وآخر لقب حققته سيدات هومنت بن أندرياس كان من أيام قليلة. اليوم المواجهة رح تكون حلوة كتير، رح نعيشها نحن وياكم بشكل مباشر مشاهدينا على ألفا سبورتس وال بي 2، وبداية مع نجمتي كرة السلة النسائية عايدة باخص وريباكا عائل. بروح بداية لعايدة، عايدة اليوم أول سوبر كاب نسائي، يعني لكم تلعبوا اول سوبر كاب نسائي بتاريخ كره السله اللبنانيه؟ اكيد اتس بلاجر، يعني حيلا جيم ما عم نلعبه، اتس سبيشلي فاينل، هيدا تايتل ثاني، سو كنا البنات متحمسين، صار لنا اكثر من 6 اشهر مش لاعبين، سو وير اول اكسايتد تو بلاي. سربرايز تو يو. يي يي يي، شو مهضومين. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. بدها تفي. ثانك يو ثانك يو، بعتي وحده. ميرسي. ثانك يو ثانك يو لعمر مع الكاسك، الكيكات طار هالايام. ثانك يو ثانك يو، رح احملهم معي انا ولا يهمني. يلا بنكمل مع السوبر كاب، انذر تايتل، حاطين عينا عليه بدنا نربحه، اتس ذا فيرست وان، سو له نكهه هون، ان شاء الله جود لاك، مهمة انه سو ان شاء الله خير. اليوم يعني افتتاح موسم بمباراة مثل هيدي، كمان كثير مهم انه اطلاق بطولة لبنان للسيدات بالسوبر كاب، هذا شيء ولا مرة صاير. مزبوط، هلا أول شيء عم نلعب جيم كثير قوي، يعني عم نضد أحسن فريق، أحسن فرق بالبطولة، بطولة فريق الهومنتمان، سو نحن محضرين وحنعتبره حيلا جيم وحنلعب من قلبنا وديفنس و اتس وان جيم، نحن معروفين بالوان جيم وي دو ريلي ويل. بدي اشكرك عايده، بروح لريبيكا، ريبيكا يعطيك العافيه، يعني اليوم انتم بطلات بطلات العرب، حامل لقب بطوله لبنان، عم تواجهوا حامل الكاس بسوبر كاب، اول مره بصير سوبر كاب، يعني عم تفتتح الموسم السيدات بطريقه حلوه مميزه، اول شيء هذا الشيء رح يحمسكم اكثر؟ اكيد، اول شيء ثانك يو للاتحاد لانه فكر يعمل لنا سوبر كاب، كثير حلو نبلش فيها. هوبفلي بيكون جيم حلو من الطرفين بلا انجريز اكيد، والاحسن يربح، اتس اونلي وان جيم، سو اللي بيتوفق هو حيربح. انتم يعني هلا انتم بطل العرب، هذا الشيء بحملكم مسؤوليه اكبر بوان جيم، لانه هون ما في يعني ما في تعويض. البطوله العربيه صارت ورانا، فريقنا تغير شوينا، كان معنا اجنبيتين، هلا معنا اجنبيه جديده غير عن اللي كانوا معنا. صحيح. سو مثل كانه فريق جديد، كان عندنا 2 ويكس نحضر معه. هوبفلي بنقدم جيم حلو، السيستم محطوط لازم نمشي عليه. زميل كده محمد كان عم يبدا سربرايز للانيفرسير، رح نروح كمان لتوقيع، رح يكون في توقيع بعد وقت قليل، انا رح احمل البالونز معي، في توقيع لعقد يلي رح تكون براعي باسم راعي جديد، هي سيدات، يعني رح تصير اسمها البطوله اللي رح تبلش يوم السبت المقبل، مقدس فاونديشن، بطوله لبنان لكره السله، كمان شغل كبير للاتحاد لبنان لكره السله لتحقيق هذا الشيء. عم تشوف حكام المباراه الثلاثه اللي جاهزين، يعني انا على بالي اكل هلا الكيك، بشهي والله ما بشهي، جيبوا لي شوكه. اذا يعني رح نعيش نحن وياكم بعد ثواني قليله مشاهدينا، وعم نشوف حاليا استاذ طلال مقدسي الى جانب استاذ اكرم الحلبي رح يوقعوا عقد رعايه لبطوله لبنان لكره السله للسيدات، اذا عم نشوف توقيع العقد من قبل رئيس الاتحاد من كره السله استاذ اكرم الحلبي واستاذ طلال مقدسي رئيس مجلس اداره هيك بتكون عم يفتتح موسم كرة السلة للسيدات بأفضل طريقة. طبعاً عم يصير التوقيع بطريقة مباشرة بالمباراة الأولى عند السيدات اللي راح تكون بالموسم الجديد. Thank you.
اكيد بنقول مبروك لاستاذ طلال مقدسي والاستاذ اكرم الحلبي للرعايه الجديده لبطوله لبنان لكره السله عند السيدات. ثواني قليله وبتبدا المباراه السوبر كاب الاولي بتاريخ بطوله لبنان للسيدات. هي اول مره بتكون في السوبر كاب. وبهني حظك منيح العربين غايبين. انا بدي اتشكرك على كل الدعم وكل اكيد ما اكون لعن حسن ظن كل الاوادم بالبلد. حبيبي يعطيكم العافيه. موفقين. تعشوف الستارتينج فايف إذن للمدربين يلي تم اختياره. شيرين الشريف لعبة الرياض السابع تلعب مع فريق هومنت من بهالموسم. شيرين الشريف، ليلى فارس، ريبيكا عائل، ميرامار المقداد بلش بتشكيل الأساسية وكمان اللعبة بيشوف بتشكيل فريق هومنت بينما أرلان جابرييلا أبي سعد ناتالي سيفاجيان لما مقدم وعيدة باقش تشكيلة فريق الرياضي. صورة رسمية لسيدات الرياضي مع المدرب الجديد اللي كان مساعده للمدرب اللي ناصر السابع مروان دياب هو مدرب الرياضي بهالموسم. إذن حكام المباراة الثلاثة رح يكون اليوم جورج سعد، بولس أيم، وجينيفر عموري. أكيد هي مش أول سيدة بتاريخ كرة السلة حتى للرجال يلي بتقود مباراة. سابقاً أول سيدة بتاريخ كرة السلة اللبنانية كانت ربا عطية، بيروتي. هي أول سيدة يلي قادت مباراة فيرست ديفيجن درجة أولى رجال. إذن كمان يعني خطوة لافتة للحكام بوجود جينيفر عموري اللي هي لاعبة سابقة طبعاً. النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً. إذن النشيد الوطني اللبناني ونشيد هومنتمن. كل شيء صار جاهز لانطلاق المباراة. المباراة عم تنطلق والبوتاشن الأولي لصالحها يا سيدات هومنتمن. ريبيكا، بتطلع لبرا عند ميرامار. إيجيا بتسدد ما بتنجح. الريباوند لمين؟ الريباوند هجومي لصالح فريق الرياضي وفي ووكينج على ليلى فارس. تورن أوفر الأول بالمباراة عبر ووكينج لليلى. ما
بعد البلوك شوت يلي عملته اللاعبه عفوا بعد الاوفنسيف ريباوند يلي عملته شيرين الشريف ليلى عايدة عم تخترق تحت السلة ما بتنجح بالمحاولة عايدة بتبقى البوزيشن لصالح فريق الرياضي اليونانية إليني كابوتشياني هي مدربة فريق هومنتمن لما بتخترق بتسدد ما بتنجح دفاع ممتاز من هومنتمن ريبيكا بتطلع الطابة بشكل سريع ريبيكا عم تجرب تلعب الفاست بريك ريبيكا لاحظوا الترانزيشن ديفنس عند لما وقفت ريبيكا من الفاست بريك بوقت عم نشوف فرصة لايجيا بتعطي شيرين ما بتنجح والريباوند دفاعي لصالح الرياضي مع اللعبة شاكيلا نان مش شاكيل هيدي شاكيلا تورن اوفر جديد على فريق الرياضي ريبيكا يكون عندها 2 فري ثرو بتسجل المحاولة الأولى ريبيكا أولى نقاط المباراة بتسجل كمان الثانية سيدة هومنتمن عم يتقدموا بالجيم جابرييلا أبي سعد بتعطي ناتالي سيفاجيان لعبة هومنتمن السابقة عايدة لعند لما بتفضيها لعيدا باخوس تعطيها على الويك سايد كمان طابات عم تبرم بعد في ثانيه كلوك فايوليشن على فريق الرياضي تورن اوفر جديد ريبيكا مع دايما جابي ليلى عم تطلب الطابة تحت السلة عم تجرب تلعب تحت السلة تورن اوفر على فريق هومنتمن رجع شوف الإعادة الدبل تيم الممتاز يلي انعمل من عايدة ولما وكان جاهزة ناتالي بالروتيشن لتسكر التمريرة بعد ليلى فارس فول ديناي لما تعطي شاكيلا بتعمل موف تحت السله بتتعرض للبلوك شوت من اجا ولاحظوا الفاست بريك عند سيدات هومنتمن ريبيكا بتعطي الطابه وفرصه جديده عم تضيع على هومنتمن بتورن اوفر ترانزيشن ديفنس لفريق الرياضي كانت جاهزه جابي ابي سعد بتاخذ التسديده الثلاثيه وبتسجل اول تسديده تعطي تقدم اول للفريق البيروتي ريبيكا عائل الرياضي بالهجوم مع جابرييلا ابي سعد ريبيكا عم تدافع على لما بالمانتوانيا اللي عم تلعبه المدرب اليونانيه تسديده من المسافه المتوسطه بتضيع والريباوند دفاع لصالح ليلى فارس طابه لبرا والمحاوله الثلاثيه كمان ما عم تنجح من ايجيا فاست بريك
لما مع الباك بورد ما بتنجح. اوفنسيف ريباوند وشاكيلا بتسجل مع الخطا. عفوا يلي سددت على السله كانت ناتاليا سيفاجيان. اذا ريباوند هجومي لشاكيلا تاخذ فيها الخطا. عم تشوف الاعاده محاوله ناتاليا سيفاجيان. شفنا الاوفنسيف ريباوند والفاول. شاكيلا نان بتسجل الفري ثرو. النقطة الثالثة لنان وتقدم أربع نقاط للرياضي. فرصة جديدة عم تضيع على سيدات ومدن. دفاع الرياضي عم يكون ممتاز لهلا، عم يقدروا يسكروا كل الثغرات بدفاعهم، عم يعملوا دبل تيم، عم يسكروا بالروتيشن اي ثغرة ممكن يخلقوها لاعبات ومدن، وهلا قادرين ينجحوا بهالشيء. كمان شاكيلا تحت السلة مقطوع من ليلى فارس، بتعمل ستيل ممتاز ليلى. ليلى بوجه في لمع، ليلى بتفوت على السلة وفي خطأ واثنين فري ثرو. خطأ واثنين فري ثرو لصالح ليلى فارس. الخطأ من لما. نرجع تشوف بالإعادة. ليلى بتنجح بالمحاولة الأولى. هيدي لهلا نقاط هومات من أتو كله من رمية حرة. ثالث رمية حرة وثالث نقطة لهومنتمن. بتضيع المحاولة الرابعة والريباوند لصالح عايدا باخوس. جابريال لعب يساعد عايدا كمان لجابي. جابريال لعايدا باخوس. عايدا بتخترق بتفضيها والتسديد الثلاثي الاول لدانييلا فياض بعد ثواني قليله من دخولها على ارض الملعب من اول اتمت عم تسجل. تقدم سته تحت السله. حلوه التمريره حلوه التمريره. ميرامار بتعمل اسيست ولا اجمل. وشيرين الشريف بتسجل بسله فريق السابقه. فارع ميزا لأربعة، خمس دقائق على انطلاق الجيم. تحت السلة حلوة كثير التمريرة، حلوة التمريرة وشاكيلا عم تنجح. خمس نقاط لشاكيلا. لاحظوا التمريرة يلي بتعملها جابرييلا. ريبيكا عقل، ريبيكا تعطي ايجيا. ما بتنجح بالمحاولة في تورن اوفر. ووكينج على لعبة هومنتمن. وسيدات رح نرجع نشوف بالريبلاي. شوف بالإعادة الووكينج اللي ارتكبته ايجا كابري بيشوب لعبة بطول 190 سنتيمتر من 1993 لعبت بجامعة كنتاكي بالان سي دبل اي. من بعدها احترفت بالدوري التركي ومن بعد تركيا بولند ومن بعدها كمان من جهة تركيا. يعني الموسم الماضي كانت عم تلعب بتركيا كان عندها معدل 17.8 و 12 ريباوند فاصلة واحد. كان ثالث افضل ريباوندر بالدوري التركي. عندها برسنتج مهم على الثري بوينتس. عم تشوف هون شاكيلا نان لعبة الرياضة الجديدة 190 سنتيمتر 1994 لاعبة جامعة وينتروب بالان سي دبل اي وتنسي كمان وكانت درافتد للدبليو ام بي اي. ثالث راوند بيك 25 سنة 2017 لسان انطونيو ستارز.
مقطوعة كمان هالمرة من ميرامار مقداد يلي بتطلع الطابة، كمان لعبة رياض السابقة، قد انخلطوا هالفريقين. دانييلا عم تدافع على ميرامار. ميرامار بتطلع الطابة لبرا، شيرين حلوة التمريرة ما بتنجح، اجيا ما بتنجح، وشاكيلا نان على الديفنسيف ريباوند. تعمل البيك شاكيلا تستلم بصعوبة، مقطوعة من دفاع هومنتمن، 3-2 بالفاست بريك، وشيرين ما بتنجح. الريباوند لمين؟ الريباوند هجومي، وريبيكا عقل بتسجل، بتسجل ريبيكا النقطة الرابعة لها بالجيم، والفرق عم يزل لأربعة. ناتالي لدانييلا، عايدة باخوس ميد رينج شوت ناجحة لعايدة، بتسجل عايدة أول سلة لها بالمباراة، والفارق عم يرجع يطلع 6 لصالح سيدات الرياضة. بتصور رح يكون عندنا منافسة قوية بهالموسم ببطولة ما فينا نقول بقى بطولة لبنان للسيدات، لازم نقول مقدسي فاونديشن بطولة لبنان للسيدات، في ثلاثي رح يكون خطر كثير بين بعضه، التنافس فيه رح يكون كثير كبير، وعم بقصد هومنت من رياضي وأنترانيك، هالثلاثي رح يكون عنده تنافس كبير برأيي بين بعضهم، لأنه عرفت يعني الفريندلي جيمز اللي صاروا قبل انطلاق الموسم، الرياضي وأنترانيك لعبوا مرتين، والمرتين كانت المباريات صعبة جدا على الفريقين، والمباراة الثانية راحت بأوفر تايم. ثاني فري ثرو كمان لصالح هومنتمن، وتحديدا لصالح ايجيا. بس سجل المحاولة الأولى، هيدي أولى نقاطة لإجا كابري بيشوب. واحدة من اثنين بالدور التركي الموسم الماضي كان عندها برسنتج 53% عن الرميات الحرة. ناتالي سيفاجيان، ناتالي بتستعمل السرعة، ما معقولة يا ناتالي يا سيفاجيان، بتلاقي حالها ناتالي وبترجع بتذكرنا بالمستوى الكبير، يعني ناتالي ما بدنا ننسى وقفت موسم كامل بسبب الولادة، لكن هون بهالحركة اللي عم نشوفها، عم نشوفها بالعادة، نرجع بتذكرنا بالمستوى الكبير يلي كانت تقدمه ناتالي سيفاجيان، كابتن هومنت من أنتلياس السابقة. بتسجل كمان على الفريتو نقطتها الثالثة، والرياضي عم يتقدموا بفارق 8 نقاط قبل دقيقتين ونص من نهاية الربع الأول. ريبيكا ريبيكا ما بتنجح بالمحاولة، الريباوند دفاع لصالح فريق الرياضي، 3-2 بالفاست بريك، مقطوعة من ميرامار عم تعمل شغل دفاعي كبير ميرامار، وتمريرة ممتازة يا ريبيكا، اسيست ولا أجمل من ريبيكا عائل، وإجيا بيشوب ما عندها يعني غير تعمل ايزي لاي اب لتسجل. الفارق بيرجع بينزل لستة. عم نشوف مغري توروسيان على ارض الملعب بهالوقت بدلا من ليلى فارس، بينما كنا شفنا سابقا دانييلا فياض عم تكون بدلا من لما مقدم يلي فات بفاول ترابل كثير سريع بانطلاقه المباراه وارتكبت خطأين. ناتالي تطلب البيك، ناتالي ووكينج على ناتالي سيفاجيان، تورن اوفر اذا على ناتالي، رح نرجع نشوف الريبلاي على كل الاحوال. شيرين لريبيكا، ريبيكا عم تفضيها لميرامار، بتاخذ تسديده ثلاثيه ما بتسجل ميرامار، الريباوند لمين؟ صراع تحت السله بين عايدا وشيرين، بتحسمه عايدا باخوس، كمان ناتالي كروس اوفر على مغري توروسيان، ما بتنجح بالتسجيل، عملت الصعب كله ناتالي بالفعل، عم تفرجينا سكيلز مهمه جدا ناتالي. ريبيكا المحاوله ثلاثيه بتسجل العقل النقطه السابعه على قلب المباراه،
أول ثلاثية لسيدات هومنتمن بالجيم، الفارق نزل لثلاثة 13-16. تايم أوت المدرب مروان العرب. ريباونس للرياضة، ستة لهومنتمن. آخر دقيقة وعشر ثواني من الكوارتر الأول. جابرييلا أبي سعد بتخسر الطابة، تورن أوفر جديد. في تورن أوفر لهلا بال في تورن أوفر بهالمباراة. هيدا تامن تورن أوفر على الرياضة بكوارتر واحد مقابل خمسة لا سيدات هومنتمن. اختار التورن اوفر 13 باول كوارتر وبعد في دقيقه ليخلص. مقطوعه من عايدة وفي خطا لصالح عايدة. بعدنا عم بحكي وبعد ما خلص الكوارتر، هيدا التورن اوفر كمان سادس على هومنتمن. عم نشوف هون المدرب اليوناني اليني كابوجياني. ناتالي لعايدة، حلوة التمريرة، شاكيلة تحت السلة بإيدها الشمال. ذكية تمريرتك يا عايدة، عم تلعب هاي لو ممتازة. ولاحظوا شاكيلة كيف تشكرها على التمريرة الحاسمة. ريبيكا عقل، ريبيكا بتفوت بترافيك، بلوك شوت على ريبيكا، لكن موجودة شيرين الشريف لتسجل النقطة الرابعة لقلب الجيم وترجع تنزل الفرق لثلاثة. 20 ثانية على نهاية الربع الأول. جابرييلا بتصحط جابرييلا. عايدة بتصلح بتطلع بالوقت، بعد عندها 6 ثواني. عايدة باخوش بتنزل الطابة تحت السلة لدانييلا فياض. مقطوعة من دفاع هومنتمن. ثانية وست أعشار. بوزيشن رح تكون لصالح لاعبات الرياضي. ثانية وست أعشار إذن. محاولة ما بتنجح. والكوارتر الاول مشاهدينا عم ينتهي بتقدم فريق الرياضي على حساب هومنتمن بفارق 3 نقاط. النتيجه 15-18. كل شيء بيوعد وباكد انه هالمباراه رح تكون قويه كثير بين فريقي الرياضي وهومنتمن عند السيدات، وبيوعدوا كمان باطلاق موسم قوي لكره السله النسائيه. Okay, انت بتروح على الميدل لهون وناتالي بتطلع تمرين، لا بشكل
ستة لهومنت من ثمانية للرياضة أنا تعشر للقابط بالبول بالرياضة قبل أقل كبير بالريباونس يعني فريق الرياضة أفضل بالأسيست الرياضة خمسة مقابل اثنين عم نشوف الستيلز هومنت من أفضل أربعة مقابل اثنين بتصور هون عم نشوف كمان اسماعيل احمد ميرامار مقداد هي اللي عامله شغل كبير بالستيلز لسيدات هومنتمن وليلى فارس كمان عملت اثنين ستيلز ريبيكا ريبيكا عائل بتخترق بتمرر لشيرين شيرين بتفضيها لبرا لميغري طبعا عم تبرم عند سيدات هومنتمن المحاولة ما بتنجح من ميرامار الريباوند دفاعي لعايدا باغوس وناتالي سيباجيان هيدي ناتالي سيباجيان ملكة الفاست بريك فينش ممتاز لحظة بالإعادة عايدا وناتالي لعبوا مع بعض فترة طويلة بهومنتمن سابقا بيعرفوا بعض كثير منيح لحظة التاتش اللي عندها إياه ناتالي سيباجيان بأي طريقة بتعرف تنهي وتسجل لصالح فريقها ميغري توروسيان تسديدة ثلاثية ما بتنجح ريباوند هجومي لصالح شيرين وخطأ لصالح شيرين الشريف صارت عملت ثلاث تمريرات حاسمة عايدا باخوس لما مقدم عم تتحضر للعودة لأرض الملعب بوقت ميرامار مقداد بتسدد على الأرك ريباوند دفاع الرابع لعايدا عايدا أربع ريباوند ثلاثة أسيست لهلأ بالجيم ناتالي لجابي شاكيلا بتسدد ميدرين شوت ما بتنجح ريباوند دفاعي لميغري توروسيان ريبيكا ريبيكا بتروح هي على السلة ما بتنجح كمان الريباوند لصالح عايدا خامس ريباوند لعايدا باخوس ناتالي حلوة كثير حلوة كثير عم تحرق بشكل ممتاز ناتالي سيباجيان عم تعمل بالفعل ضرر لدفاع هومنت عم تقدر تتحكم لحظة هون الستوب اللي عملتها كيف اخذت التسديدة اوف ذا دريبل على ميرامار مقداد واخذت منها الخطأ بتسجل ناتالي سيباجيان المحاولة الأولى النقطة السادسة لناتالي بتسجل كمان ناتالي سيباجيان النقطة السابعة لقلب المباراة صارت أفضل سكورر بالتساوي مع ريبيكا عقل وشاكيلا نان إيجيا لبرا عند ريبيكا ريبيكا محاولتها الثلاثية الثانية بتسجلها العقل ثاني تري بوست لريبيكا عقل أول لعبة بالمباراة عم تعمل دبل فيجرز بالنقاط نزلت الفارق لأربعة لما بعطي ناتالي سيباجيان ضغط ضغط دفاع على ناتالي سيباجيان بتبقى البوزيشن لصالح سيدات الرياضة اللي عندهم تسع ثواني على السايد بول مروان دياب عم يطلب منهم سيستم معين اكيد كل فريق بيكون معود يلعب بالوقت المتبقي بلاي بيلعبوا سيستم معين لما طبعا عم تبرم ناتالي عم تستلم ناتالي سيباجيان كمان بتاخذ تسديده مش معقوله مش معقوله يا ناتالي يا سيباجيان شو عم تعملي بهالمباراه تسع نقاط ناتالي لحظه لحظه بالعاده قد ايه صعبه تسديدتها لحظه قد ايه حلوه تسديدتها الطاب الريليز تبع التسديد اللي عندها ناتالي بالفعل مميزه جدا تسع نقاط لناتالي عم تطلع الفارق لسته بهالوقت لصالح سيدات الرياضه شيرين تسديد المسافه المتوسطه الريباوند لصالح شاكيلا نان
دانييلا فياض بتستلم، دانييلا بتوصلها لشاكيلا تحت السلة، في خطأ لصالح نان، في خطأ لصالح شاكيلا نان. فاست بريك في يقول مثالية، ليه؟ لاحظوا شو صار، دانييلا استلمت على بالكلوار ميله الشمال، لاحظوا اول تريلر كانت شاكيلا نان يلي قطعت بالفاست بريك بالمحل المناسب، لانه لما يكونوا طالعين بفاست بريك ما لازم اللاعبات او اللاعبين يكونوا قراب من بعض لحتى يقدروا يشتتوا الدفاع بالتحرك بالترانزيشن اوفنس، وعملته بشكل ممتاز دانييلا وشاكيلا نان، وشاكيلا عم تقدر تستفيد من المحاوله الاولى بنجاح. حلو شاكيلا نان كمان وجهها بالفعل كثير حلو، بتسجل النقطة التاسعة على لقلب الجيم وبتنجح لها التمريرة لدانييلا. الفارق عم يطلع لثمانية. ميرامار، ميرامار ضغط ضغط دفاع، ضغط دفاع على ميرامار، بتنزل الطابة لشيرين الشريف، شيرين بتبرم بصعوبة ما بتنجح بالتسجيل، والريباوند لصالح جابرييلا أبي سعد. لاعبة الرياضة عم يلعبوا أفضل بكثير من فريق هومنتمن. الفرصة بتروح لمين؟ من جديد لصالح الرياضي مع جابرييلا أبي سعد، ولا ما بتاخذ التسديد الثلاثية ما بتسجل لما الريباوند دفاع لإيجيا، وفي خطأ من أبي سعد لصالح إيجيا. ست دقايق ونص بيبقى من الكوارتر الثاني. جمهور لا بأس فيه عم يتابع هالمباراة. ريبيكا عقل، ريبيكا تخترق، ريبيكا بإيدها الشمال ما بتنجح، شيرين الشريف تايمينج ممتازة على الأوفنسيف ريباوند، بتسجل النقطة السادسة لقلب الجيم بعد الريباوند الهجومي، بتنزل الفارق لستة شيرين، وممكن تنزل الفارق لخمسة إذا سجلت الفري ثرو. عم نشوف هون كيف قدرت تستفيد من الريباوند الهجومي وتسجل الشريف. شيرين بتنجح بالفري ثرو، سبع نقط للشريف، الفارق نزل لخمسة. جابرييلا أبي سعد لناتالي، شاكيلا لبرا عند لما، لما تخترق بتتعرض للبلوكشوت من شيرين الشريف، الريباوند لايجيا بيشوب، ريبيكا عقل، في خاطئ لصالح ريبيكا. رح نشوف الإعادة، الخطأ يلي أخذته ريبيكا خطأ واضح. ريبيكا بتضيع المحاولة الأولى. بتسجل الثانية العقل، 11 نقطة لريبيكا عقل، أفضل سكورر بالمباراة. الفارق نزل لأربعة. بطلات العرب عم يرجعوا ليقلصوا الفارق. لما عايدة بيك من شاكيلا، عايدة باخوس عم تخترق، بتسجل عايدة باخوس بطريقة غريبة صعبة، بتسجل الباخوس نقطة الرابعة بالجيم. لاحظوا بالإعادة الدرايف اللي عملتها على السلة وكيف سجلت. كمان ريبيكا لبرا عند إيجيا، مغري تروسيان تسديدة ثلاثية، مغري تروسيان عم تسجل أولى نقاطها بالمباراة، وأولى نقاطها اختارتهم من المسافة البعيدة. الفارق نزل لثلاثة. ناتالي، ناتالي سيباتيان حاولت تمرر لشاكيلا نان، تورن اوفر على ناتالي، يعني شافت مع ايجيا بيشوب برا بعيده، قالت رح نزل الطابه للانسايد جيم، اكيد شاكيلا بتقدر تستفيد منها، لكن التمريره كانت صعبه وطويله لتقدر تستفيد منها شاكيلا نان. لاحظوا قد ايه كانت صعبه التمريره لتقدر تستفيد منها. اقل من خمسه لنهايه الكوارتر الثاني. تروسيان، مغري مقطوعة، مقطوعة من دفاع الرياضي،
دايف للاما مقدم لتأمن الستير لصالح زميلاتها. شاكيلا شاكيلا نان عم تعمل فرق تحت السلة اند ولا شاكيلا اللي عزم هلا رياكشن ما معقولة قد ايه رياكشن حلوة. رح نرجع نشوف بالإعادة كيف عملت ردة فعل شاكيلا بعد ما سجلت أصلا تمريرة حلوة. الموفي اللي عملته مميز ولاحظوا ذكرتني بإيلايجا هولمان نفس الرياكشن تقريبا. هون رح تبين أكثر على هولمان. 11 نقطة لصالح شاكيلا. ما سجلت الفري ترول فرق خمسة. ريبيكا عقل سكرين من ايجيا تسديدة ريبيكا ما بتنجح. شيرين الشريف على الريباوند الهجومي بتسجل شيرين تسع نقاط لشيرين الشريف. الفارق بيرجع بينزل لثلاثة. مقطوعة من ريبيكا عقل بتعمل ستيل. ريبيكا عقل بتخترق. ريبيكا عقل بتسجل النقطة ال 13 والفارق نقطة واحدة بس. نقطة واحدة بس الفارق لصالح الرياضي. ستيل وسلة لصالح ريبيكا عقل. دانييلا في خطأ لصالح دانييلا. اعتراض من بنش هومنتمن. رح نرجع نشوف بالريبلاي. عم نشوف ردة فعل المدرب اليونانية اللي عم تهدي بنش. رح نرجع نشوف بالريبلاي على كل الأحوال. كمان بالإعادة من هيدا الأنجل حساسة يعني بس ممكن ما يكون في خطأ لأنه لاحظوا هون بينت يمكن أوضح. يعني شيرين جربت تعمل البلوك شوت. بس شفتوا نحن قد ايه يعني شفناها مرتين ثلاثة لنقدر نشوف إذا دقت فيها دقت بإيدها لدانييلا أو لا. دانييلا بتضيع الأولى. بتضيع كمان المحاولة الثانية وريبيكا عقل على الديفنسيف ريباوند. ثلاثة دقايق ونص بيبقى لنهاية الربع الثاني. ريبيكا عقل ضغط من لما. ريبيكا عقل بتطلع الطابة لبرا عند ليلى فارس. ايجيا تسديدة من المسافة المتوسطة والريباوند لمين؟ الريباوند هجومي لميغريتو روسيا. بتخلي البوزيشن لصالح سيدات هومنتمن. شيرين لبرا عند ليلى فارس. ليلى فارس بالترافيك بعد في ثانية تسديدة ما بتنجح وشيرين الشريف كمان اوفنسيف ريباوند جديدة. فريق هومنتمن عم يسيطروا بهالوقت على كل الريباوند. ايجيا بيشوب بتطلع الطابة لبرا. ميغريتو روسيا عم تاخذ تسديدة ثلاثية ما بتنجح بالمحاولة وهيدا اوفنسيف ريباوند جديد. وهيدا اوفنسيف ريباوند جديد لصالح هومنتمن. صاروا اخذين يمكن أربع فرص بهجمة واحدة. ريبيكا كمان عم تسدد بطريقه صعبه ما بتنجح وهالمره الريباوند لصالح عايدا باخوس. ريباوند دفاع العايدة تمريره ممتاز. التمريره كانت يا لما عطتها اياها خالصه لشاكيلا نان يلي ما عرفت تستغل التمريره المميزه بالانسايد جيم. ليلى فارس اوفنسيف فاول بقول الحكم خطا هجومي. عم نشوف اعتراض من فريق هومنتمن. رح نرجع نشوف بالريبلاي. عم نشوف المدرب اليونانية بنص الملعب عم تعترض. رح نرجع نشوف بالإعادة. وهون الحكم الدولي اللبناني بولس قيم. رح نرجع نشوف هون كل البلاي. هون ريبيكا مررت لقدام. عم نشوف الأوفنسيف فاول. ثبت جسمها بطريقه جيده جدا لعبه الرياضي. جبرتها لليلى بالخطا الهجومي. دانييلا تسديده ثلاثيه ما بتسجل. دانييلا اوفنسيف ريباوند للما بتخلي البوزيشن لصالح فريقها. دانييلا كمان على الارك وهالمره بتسجل. دانييلا ثاني ثلاثيه لدانييلا فياض. بالفعل يعني مثيره جدا هالمباراه. حلوه كثير هالمباراه. في مستوى في لعب في استقتال من لاعبات الفريقين. وليلى فارس بتجرب تريد بوقت الريباوند لمين؟ لنشوف الريباوند لصالح فريقهم من تيم اوفنسيف ريباوند.
رح نرجع نشوف الاوفنسيف فاول واضح هون بهيدا الانجل بين واضح جدا. ميغري توروسيان ما بتنجح ميغري الريباوند لصالح لما بوزيشن لصالح فريق الرياضي. دقيقة و35 ثانية بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. لهلا عايدا باخوس عندها 7 ريباوند 4 اسيست، شيرين عندها 6 ريباوند. شاكيلا شاكيلا ما بتنجح شاكيلا بالمحاولة الريباوند لايجيا بيشوب. ميرامار ميرامار بتطلع الطبلة برا عند ريبيكا عقد ناطرتها دايما لما الجي بي ال سوبر كاب 2018. ميرامار بتسدد وتحت السلة شيرين بتاخذ الفاول بعد الريباوند الهجومي. 7 ريباوند لصالح شيرين الشريف. عم تشوف بالإعادة كيف قدرت تاخذ الريباوند وتاخذ مع الخطأ بشكل واضح. 9 نقط 7 ريباوند لشيرين الشريف. أقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الثاني شيرين بتعمل دبل فيجرز بالنقاط. 10 نقط لشيرين. بتسجل كمان الثانية. 11 نقطة لشيرين. لما بعطينا تاريخ. صراع كبير بين شاكيلا وإيجا بيشوب. تمريرة خاطئة من دانييلا. فرصة لفريق عمان من يعدل أو يتقدم. ريبيكا على اللوبوس لشيرين الشريف. إيجا بيشوب تعمل فيك. إيجا بيشوب تخترق. إيجا بيشوب بتسجل. إيجا بيشوب بتعدل الأرقام على النقطة 33. 5 نقاط لإيجا. لاحظوا الفيك اللي عملتها على شاكيلا نان. اخترقت وسجلت عليها التايم أوت للمدرب مروان دياب. ثاني بيبقى لنهاية الكورت الثاني. عم شوف الفري ثرو 8 من 11 لعمان بن 6 من 9 لسيدات الرياضة. 72% مقابل 66%. ناتالي سيباجيان دفاع منطقة دفاع منطقة من عمان بن. هيدا بتسدد على الارك. الريباوند لمين؟ الريباوند دفاعي لوقت شاكيلا نان عم تتوجه على ارض الملعب. ريبيكا تطلع بالطابة. ريبيكا بتسدد على الارك ما بتسجل المحاولة. الريباوند لصالح عايدا باخوس وفي خطأ لصالح عايدا. شاكيلا نان بعدها على أرض الملعب عم تتوجع. بعد في عشر واحد من الثانية رح يكون عايدا باخوس عندها 2 فري ثرو. كل السلامة لشاكيلا نان. مبين انه عم تبكي. رح نرجع نشوف بالإعادة الريبلاي كامل. شوفون كيف فقدت الكنترول على جسمها بشكل كامل.
بعد ما شفنا بالريبلاي فهمنا ليه كانت عم تتوجع شاكيلا. وهون الريباوند والخطأ من ميرامار لصالح عايدة باخوشاك، وعندها اثنين فريتو قبل عشر واحد من الثانية. تقلى كامل على أرض الملعب من جهة فريق الرياضي. ٣٣-33 هل رح تقدر عايدة ترجع تعيد التقدم لصالح فريقها؟ بتضيع المحاولة الأولى عايدة. أربع نقط لعايدة، لكن مثل ما ذكرنا عندها 8 ريباوندز وأربع أسيست. بتسجل المحاولة الثانية والكوارتر الثاني. مشاهدينا عم ينتهي بتقدم فريق رياضي بنقطة وحيدة على حساب عمان بالنتيجة 33-34. مباراة حماسية عم نعيشها بين سيدات عمان من أنطلياس والرياضي بيروت. رح نروح نحن وياكم لبريك لحوالي 10 دقايق وبنرجع بنتابع الجزء الثاني من المباراة.
من جديد بزن نحن وياكم مشاهدين الاجواء مباراه هومنتون والرياضي باول سوبر كاب بتاريخ كره السله النسائيه. رح نشوف نحن وياكم مقارنه احصائيه بين الفريقين قبل ما ننطلق بالربع الثالث. اذا رح نشوف نسبه التسجيل من كل المسافات لصالح فريق رياضي 44% مقابل 31% لفريق هومنتون. 3 بوينتس كمان الرياضي 3 من 6 50% 3 من 11 لفريق هومنتون. بالتسديدات افضل فريق الرياضي من هومنتون. بالريباوندز هومنتون افضل باربع ريباوندز، خاصه اوفنسيف ريباوندز عملوا 11 اوفنسيف ريباوندز، في بهجمه واحده عملوا 4. بالاسيست الرياضي افضل 9 مقابل 3. تورن اوفرز هومنتون افضل 8 مقابل 11. ستيلز كمان هومنتون افضل. بلوك شوتس كمان هومنتون افضل. اذا هيدي المقارنه الاحصائيه بين الفريقين لنشوف انطلاقه الكوارتر الثالث كيف رح تكون بين الناديين. حكام المباراه الثلاثه صاروا جاهزين لاطلاق الكوارتر الثالث بانتظار سيدات هومنتون يفوتوا على ارض الملعب لنطلق الكوارتر الثالث. حكام المباراة الثلاثة إذا جورج سعد، بولس أيم وجينيفر عموري على أرض الملعب لإطلاق الربع الثالث. النتيجة بذكر فيها 33-34. التعليمات الأخيرة للمدرب إيلاني كابوجياني والمدرب مروان دياب قبل ما نشوف 10 لاعبات على أرض الملعب. السوبر كاب للسيدات عم يجمع طبعا حامل لقب البطولة يلي هو هن فريق هومنتون أنطرياس، بينما حامل الكأس هو فريق الرياضي بيروت. كل مرة خلينا لحتى نحن نسافر نحن لإلكم من عزاب اكسس مان تو مان كل على الريبون بال 1 1 بس الشوط الثاني توصل دونت فورجيت بوكس اوت وي نيد تو بروتكت ذا باسكت مين وي كان سكيور ذا اذا جمهور فريق هومنتون والرياضي عم يشجع كل واحد بطريقته وفريقه لانه عارفين كثير منيح قد ايه لاعباتهم بحاجه لهم. هالمباراه اللي عم يتابعها رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله، امين العام استاذ اكرم حلبي، امين العام كره الخليل، رئيس مجلس اداره الفا كمان موجود. كمان كان معمول رئيس مجلس إدارة ألفا مروان حايك، طبعا محافظ الألعاب رئيس نادي الرياضة مازن طبارة موجودين على المنصة الرسمية لجانب طلال مقدسي.
انطلاق الكوارتر الثالث. شاكيلا نان تورم على السلة لكن في صافرة قبل. في خطأ من إيجيا. نرجع نشوف بالريبلاي. ناتالي لعايدة. كمان ناتالي سيفاجيان. بياخذ التسديدة ما بتنجح. الريباوند لمين؟ الريباوند يفي على صالح ميرامار. هل رح يقدروا هومات من يتقدموا بالجيم؟ ميغري طابع عم تبرم ميرامار. ريبيكا كمان ميرامار. محاولة ثلاثية ما بتسجل. الريباوند يفي على شاكيلا نان. ناتالي سيفاجيان دبل تيم. عايدة باخوس حلوة التمريرة وهون في بلوك شوت. في بلوك شوت عم ينعمل على شاكيلا نان. عطتها اياها عايدة خالصة تحت السلة. لاحظوا المسمات سحبت ايجيا بيشوب لبرا. لكن تايمينج ممتازة من اللاعبة ريبيكا عقل. وقفت فيها شاكيلا نان تحت السلة. ريبيكا ما بتنجح. ريباوند دفاعي لصالح فريق الرياضة. جابرييلا أبي سعد بتطلع الطابة. جابي بتعطي ناتالي بتسدد على الارك بتسجل. ناتالي سيفاجيان بساعة كبيرة بتاخذ التسديدة. أولى ثلاثياتها بهالمباراة للاعب ناتالي سيفاجيان اللي صار برصيدها 12 نقطة. أفضل سكورر بفريق الرياضة. ثاني أفضل سكورر بالمباراة بعد ريبيكا عالية اللي عندها 13. رياضي عم يتقدموا بأربعة. مغري ميرامار بتسدد على الارك بترد. ميرامار مقدد بترد ولحظة ردت فعلها لميرامار مخيفة. لحظة من الرياكشن بعد المحاولة الثلاثية اللي سجلتها. حلوة هالتسديدة. لما بتسدد على الارك ما بتنجح. لما ريباوند هجومي لصالح عايدة باخوس. عايدة باخوس تعمل موف ولا اجمل الموف يا عايدة يا باخوس. سبع نقاط لعايدة باخوس. لاحظوا بالريبلاي لاحظوا كيف قدرت تتلاعب بشيرين الشريف وتسجل. تعدوا من الجيد الثلاثة لصالح سيدات الرياضة. حلوة هالمباراة. ريبيكا ما بتنجح. ريبيكا عقل اوفنسيف ريباوند كمان لصالح اومنتمن. ريبيكا عقل بتفضيها لميغري. توروس يا ميغري ما بتنجح. جابرييلا أبي سعد تعمل الديفنسيف ريباوند بتمرر لقدام. عند ناتالي سيفاجيان وصراع على الطابة بين ميغري وناتالي بتحسمه فريق هومنتمن. فريق هومنتمن بيحسموا الطابة. قدرت توروسيان تقطع الطابة من ايدها لناتالي. لاحظوا بالريبلاي. شفتوا كم دايف البنات بيعملوا. زون ديفانس من قبل فريق الرياضة بدنا نغطي. عم يلعبوا 1-3-1 لاعبات الرياضة. رح ارجع اتاكد بالهجمة الثانية. أنا شفت لمع عم تتحرك ورا. لاحظوا كيف نزلت ناتالي مع لمع ليضغطوا على توروسيان ويجبروها بالتورن اوفر. ناتالي مع ميرامار بالديفنس. ناتالي بتسدد ما بتنجح بالمحاولة. تيم ريباوند لصالح فريق هومنتمن. أو ريباوند كان لميرامار. ريبيكا عقل بتخسر الطابة. ريبيكا مش لفترة طويلة. لاحظوا الصراع. ناتالي سيفاجيان عم تستقتل على كل طابة. بتبقى لصالح فريق هومنتمن المحاولة مع توروسيان. تنقل طابة لميرامار من جديد. ريبيكا عقل بتاخذ المحاولة الثلاثية. يا ريبيكا يا عقل ضربت من المسافة البعيدة. هيدي ثالث ثلاثية عم تسجلها العقل بالمباراة. نقطة 16 أفضل سكورر بالجيم. عم تعدل الأرقام على النقطة 39. عايدة باخوس ما بتنجح. عايدة ريباوند دفاعي لصالح توروسيان.
تحت السلة إيجيا بيشوب كمان ما بتنجح. شاكيلا شاكيلا نان على الريباوند. دانييلا فياض عم تتحضر للعودة لأرض الملعب. جابرييلا في خطأ لصالح جابرييلا. راح يكون عندها اثنين فري ثرو جابرييلا أبي سعيد. دانييلا بدلا من عيدا باخوس. ضيع المحاولة الأولى. تبقى على رصيد ثلاث نقاط مع خمسة ريبونس واثنين أسيست. بتضيع كمان الثانية والريباوند يفيع على صالح شيرين. ثمانية ريباوند لشيرين الشريف. عم نشوف ال 1 3 1 اللي عم يلعبها المدرب مروان دياب. ليلى تعطي التمرير لبرا اجى بشب ما بتنجح. ريباوند لمين؟ دانييلا فياض. ضغط دفاع على دانييلا بتطلع هي الطابه بتمرر لقدام توصل الطابه لسيباتشيا. عشر ثواني بيبقى لهالهجمه. قد ايه عم يقتلوا هاللاعبات. لما بتسدد على الارك كمان ما بتنجح بالمحاوله الثلاثيه. منا موفق ابدا على الارك اليوم. ريباوند دفاع لليلى وفرصه لعمان من يتقدموا. ريبيكا لميرامار بتاخذ المحاوله الثلاثيه ما بتنجح. ميرامار الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح فريق الرياضي. دانييلا فياض بتطلع هي بالطابه تعطي لما. تسديده بالمسافه المتوسطه بتسجل لما اولى نقاطها بالمباراه. بتسجل اولى نقاطها بالمباراه بتعطي تقدم نقطتين لصالح فريق الرياضي. عم تشوفوا الدفاع الرياضي كيف عم يتحرك 1 3 1 هون باللارج مبين كثير منيح الدفاع كيف عم يتحرك. ريبيكا بترافيك ما بتنجح. ايجابي شوب تاخذ الاوفنسيف ريباوند بتسجل نقطتها السابعه بالمباراه وبترجع بتعدل الارقام وهالمره على النقطه 41. تحت السله شاكيلا نان. شاكيلا نان بتضيع المحاوله. اجي على الديفنسيف ريباوند. اجي حلو كثير الموف. حلو الموف بتضيع المحاولة. محاولة غريبة ضاعت على ايجيا بيشوب. لحظة لحظة بالإعادة كيف برم تفضت حالها بشكل كامل حتى ما دقت بالرم. علم ثلاثة دقائق. تسديدة ناتالي سيفاجيان ما بترجع على الارك. شاكيلا نان تحت السلة خطأ لصالح شاكيلا بعد الاوفنسيف ريباوند. عم تاخذ الخطأ نان. هاللعبة كانت عم تلعب بالدور الالماني درجة ثانية الموسم الماضي. كان عندها 24 نقطة تقريبا و17 ريباوند بالمباراة الوحدة. الفري ثرو اللي عندها اياه مميز كان بالدور الالماني درجة ثانية 86%. لنشوف على الرميات الحرة بالسوبر كاب اللبناني. بتسجل المحاولة الأولى يعني وكمان السنة اللي قبلها لعبت بالدرجة الأولى بألمانيا كان عندها برسنتج 83% على الفري ثرو. بتسجل واحدة من اثنين. نعشر نقطة لصالح شاكيلا. ريبيكا بتاخذ المحاولة الثلاثية ما بتسجل. ريبيكا اجيا تعمل الاوفنسيف ريباوند
تحت السلة صراع كبير، تحت السلة صراع كبير على الطابة، بيحسموا لعبات هومنتمن. ريبيكا بعد عندها 4 ثواني. إيجا بيشوب وشيرين الشريف بتضيع كمان، وهالمرة الريباوند لمين؟ هالتيم اوفنسيف ريباوند لصالح فريق هومنتمن. رجع شوف الإعادة. هون ناتالي. طلعت بالاوت. تايم اوت، 2:16 بيبقى لنهاية الكوارتر الثالث. للرياضي out of bounds. ميرامار عم تستلم، ميرامار ايجيا بيشوب تعمل درايف، تخسر الطابة ايجيا، تخسر الطابة ايجيا بيشوب. رجع شوف الإعادة كيف دانييل لافايات ضربت له الطابة من ايده. شاكيلا، جابي لناتالي بتسدد على الارض، ناتالي سيفاجيان الريباوند، الدفاع لصالح شيرين الشريف. مغري لريبيكا، ريبيكا عاقل بتضيع المحاولة، ريبيكا شاكيلا نان على الريباوند. مرة جديدة هومنتمن بيكون عنده فرصة يتقدم وبيضيعوا الفرصة لاعباته. لما مقدم لشاكيلا بتحط الطابة بالاوت ايجيا. اوت اوف باوندز. لما عم تستلم دانييلا ما بتنجح بالمحاولة الثلاثية، الريباوند دفاع لصالح هومنتمن. ريبيكا عال عم تستلم فرصة لهومنتمن يتقدموا، صار له فترة طويلة ما تقدموا بالجيم غير بأول ثواني الجيم بس تقدموا، إذا ماني غلطان. ريبيكا هالمرة بتعطي التقدم، هالمرة بتعطي التقدم لفريق هومنتمن 19 نقطة. 4 3 بوينتس لريبيكا عال بالمباراة، وهومنتمن عم يتقدموا بفرق نقطتين 44-42. تايم اوت للمدرب مروان دياب. Thank you.
حاليا عم يحتفل بعد ما تقدم فريقه بفترة طويلة جدا. رابع ثلاثية من 9 محاولات للعبة ريباكا عائل يلي عم تلعب لهلا بنسبة 44% بالاوتسايد جيم. اخر ثواني الربع الثالث 45 ثانية بيبقى. جابي للما عيدا باخوس، عيدا باخوس تخترق السلة، اوفنسيف ريباوند لشاكيلا، شاكيلا تحت السلة كمان ما بتنجح، والبوزيشن تبقى لصالح الرياضي اللي عندهم 7 ثواني بهالهجمة. طب نرجع نشوف بالريبلاي. لما مقدم كمان شاكيلا عم تستلم بتضيع تحت السلة شاكيلا، لكن بتلحق طابتها على الاوفنسيف ريباوند وبتخسر الطابة من بعدها. ريبيكا ميغري باريلا، ريبيكا كمان بتسدد على الارك، هالمرة ما بتنجح ريبيكا. ريباوند لصالح ناتالي سيباتيان، ناتالي بتروح اول ذا واي، والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم هومنتن بفرق نقطتين، النتيجة 44 هومنتن اونتريس 42 فريق الرياضي، وكوارتر واحد رح يحسم مين رح يكون بطل اول سوبر كاب بتاريخ كرة السلة النسائية. صراع كبير، تنافس بين سيدات الفريقين، نقطتين بس بتفصل هومنتمن عن الرياضي، ولاحظوا جمهور هومنتمن يلي عم يتفاعل بهالوقت، هاشتاج المباراة HOMREY. ميرامار بتسدد ما بتسجل ميرامار الريباوند، دفاع لصالح عايدا باخوس، 11 ريباوند لعايدا. عايدا ووكينج على عايدا باخوس. هنرجع نشوف الريبلاي. ريبيكا لميغري كمان، ريبيكا عائل حلوة التمريرة
وشريف تسجل. قد ايه حلوه الاسيست، قد ايه حلوه الاسيست يلي عملتها ريبيكا عائله شيرين الشريف. 13 نقطه لشيرين. ناتالي سيباجيان، شاكيلا، شاكيلا ما بتنجح بايدها الشمال، ريباوند دفاع لصالح كمان اللاعب شيرين الشريف. بروسيان لستيد سوليسي بتسجل ميري توروسيان، تاني 3 بونتس لها بالجيم، وهومنتمن عم يتقدم وبفارق 7 بهالوقت. لما تعطي عايدة باخوس، عم تستلم شاكيلا، ها شاكيلا نان، خطأ لصالح شاكيلا. 8 دقائق بيبقى لنهاية المباراة. عم شوف عايدة من أكثر اللاعبات اللي عم تعرف توصل لها طبيت لشاكيلا نان تحت السلة. مقطوعة كمان من دفاع هومنتمن، ريبيكا بتمرر لإيجيا، إيجيا تحت السلة، إيجيا في أون سبورتمان لايك فاول، في أون سبورتمان لايك فاول لصالح إيجيا بيشوب يلي قدرت سجلت وأخذت الأون سبورتمان. لاحظوا بالإعادة. أوه ناتالي هي اللي عملت الأون سبورتمان. من هون رح تبين. بتضيع ايجيا. 9 نقط برصيدها. كمان بتضيع. تقلة كامل على ارض الملعب بدلا من شاكيلا نان. بعضهم بال 1 3 1. ريبيكا، ريبيكا ما بتنجح ريبيكا، اجا بيشوب تعمل الاوفنسيف ريباوند لكن بتخسرها لصالح عايده باخوس، وفي ووكينج على عايده. اذا الحكم بيقول في كلوك فايوليشن قبل، في كلوك فايوليشن قبل، بوزيشن بتروح للرياضي. جابي رياض عم يلعبوا من دون لعبتهم الاجنبيه بهالوقت. تقلا او عفوا عايدة باخوس تعمل موف حلو كثير، حلو كثير الموف اللي بتعمله لكن ما بتنجح انه تسجل. تعمل كمان الاوفنسيف ريموند عايدة باخوس، جد فرجتنا موف ولا اجمل. وا كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن على لاعبات الرياضي. هومنتمن عم يتقدموا بتسعه والفريق ممكن يزيد اذا سجلوا هالمحاوله بعد ما قدروا يعملوا ستوب لفريق الرياضي. أقل من 7 دقائق لنهاية الجيم. ريبيكا كمان، ريبيكا ممكن تسدد، ريبيكا تاخذ تسديده من المسافة المتوسطة ما بتنجح. خطأ وسلة لصالح إيجيا. 11 نقطة لإيجيا بيشوب والفارق طلع على 11 نقطة. رح نرجع نشوف الريبلاي. السلة والفاول. سجل إيجيا بيشوب 12 نقطة لها بهالمباراة.
مع 8 ريباوند. الفارق طلع ل 12. 10-0 ران بثلاث دقايق ونص لفريق هومنتمن. زون ديفانس من فريق هومنتمن، خطا لصالح عايدا بعد ما سجلوا لاعبات الرياضي ولا اي نقطه بالكوارتر الاخير. جابي ناتالي تسديدة ثلاثية بتسجل، ناتالي بتسجل أولى نقاط فريق الرياضة بالكوارتر الأخير، ثاني 3 بوينتس، 15 نقطة لناتالي سيفاجيا. ريبيكا إيجا بيشوب كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن على فريق هومنتمن. لاما تورن اوفر على فريق الرياضة، ريبيكا عائل بتضيع الريباوند لمين؟ في خطأ بوزيشن بيقول الحكم لصالح فريق الرياضي. شوف هون ريبيكا كيف عملت كنترول، طلعت هي بالطابة. اوت واضح. ريبيكا طلعت من الاوت ودقت لمست الطابة. خمسة دقايق ونص تقريبا بيبقى لنهاية الجيم. هومنتمن عم يتقدموا بفرق تسعة. عايدة تسديدة لمع الثلاثية في خاطئ عن الارك. ثلاث رميات حرة لصالح لما مقدم، قدرت تاخذ الخطأ من ميريتو روسيا. رح نرجع نشوف الريبلاي. ست رميات حرة إذن. ضيع المحاولة الأولى. ضيع الثانية. منا موفقة أبدا اليوم لما. تسجل الثالثة، ثالثة ثابتة، ثلاث نقاط للما، نزلت الفارق لثمانية، بعد في خمس دقايق وأربع ثواني، تايم أوت. Thank you.
خمس دقائق بالمباراة. بعده بوان تري وان المدرب مروان دياب. ميرامار لربيكا عائل طلع الطابه لبرا عن ميرامار مغري تروسيان تضرب مدى المسافه البعيده ضرب الدفاع المنطقه ثالث ثلاثيه لمغري تروسيان طلعت الفارق ال 11 نقطه ريحت فريقها بشكل كبير كثير متطور مستواها تروسيان باخر موسمين عايدة باخوس شاكيلا ما بتقدر تستلم منها مع انه كانت فكره التمريره ذكيه من اللاعبه عايدة باخوس شيرين الشريف عم تضيع تحت السله تبقى لصالح فريق هومنتمن هون عم يقلب لمان تومان المدرب مروان دياب بسرعة قلب لمان تومان شيرين اجيا تعمل موف تتعرض للبلوك شوت من شاكيلا لكن ميرامار عم تخطف الطابه بتاعت شيرين الشريف والشريف بتحسم تحت السله بتجي لنقطه ال 15 ميرامار بايديد عملت شغل كبير بالهجمه الاخيره لاحظوا البلوك شوت اللي عملته شاكيلا نان لكن الريباوند لمين كان لاحظوا ميرامار من وين نزلت لتاخذ الطابه وتعطيها خالصة لشيرين يلي سجلت 13 نقطة تقدم لصالح هومنتمن هومنتمن أنتلياس يلي ربحوا كاس اختصاصي بطولة رياضة اختصاصي كأس مين اختصاصي سوبر كاب لهلا عم يكون فريق هومنتمن يلي هن بطلات العرب بآخر موسمين تفوق بالريباوند واضح لصالح هومنتمن 47 مقابل 34 3 دقائق ونص تمريره تحت السله عم توصل لشاكيلا بتضيع شاكيلا بتتابع وبتسجل هالمره بايدها الشمال 14 نقطه لشاكيلا نان لما اعطتها اياها خالصه تحت السله لكن ما نشحت بالمحل لاحظوا قد ايه كانت حلوه التمريره ما كان عليها غير تسجل لكن ما نشحت بهالمحاوله إلا أنه قدرت سجلت بإيدها الشمال تسجل فريترو 15 نقطة لنان فرق نزل لعشرة ريبيكا ميغري تروسيان ما بتنجح مغري تروسيان كمان عم تعمل اوفنسيف ريباوند في تباطؤ كبير بدفاع فريق الرياضي والمستفيده هالمره ايجيا بيشوب 14 نقطه لايجيا شاكيلا بتتعرض للبلوك شوت من بيشوب
63-48 تبقى العادة البلوك شوت اللي عملته ايجي على شاكيلا. دقيقتين ونص ستيل من لما مقدم كنترول من ناتالي سيباجيان، تمريرة طويلة توصل للما، لما بتسدد على السلة بتسجل نقطتها الخامسة بالمباراة. 11 نقطة الفارق، دقيقتين وعشر ثواني بيبقى لنهاية المباراة. المدرب مروان دياب عم يطلب من لاعبيته يضغطوا بأرض الملعب ليجربوا يعملوا شيء بآخر دقيقتين بالجيم. حلوة كتير ميرامار مقداد عم تعمل مباراة كبيرة، خمس نقاط لميرامار مقداد، يعني الشغل اللي عملته مش بس بالنقاط، شغل عملت بالريباوند بالاسيست بالديفنس، عندها كان قدرات كبيرة بهالجيم. ريبيكا ريبيكا بتمرر، لا يا ريبيكا يا عقل، لا يا ريبيكا يا عقل، ملا تمريرة حاسمة، لاحظوا بالإعادة، لاحظوا ملا اسيست عملت ريبيكا لشرير الشريف، عم تتطلع فيها هون رح ترجعوا تشوفوا كيف قدرت تطلع. اوف قد ايه حلوة، قد ايه حلوة هالاسيست، اسيست ولا أجمل من ريبيكا عقل لشرير الشريف، هيدي لقطة المباراة. 17 نقطة لشيرين. اثنين على ثلاثة وقدرت مررت. ريبيكا عندها أربع أسيست، ميرامار كمان عندها أربع أسيست. دقيقة و 38 ثانية بيبقى لنهاية الجيم. 15 نقطة الفارق، رياض تقدم بالكوارتر الأول ثلاثة، تقدم بالكوارتر الثاني نقطة. بالكوارتر الثالث تأخر نقطتين، لكن بالكوارتر الأخير عم يتأخر لهلا 15 قبل دقيقة ونص تقريبا من نهاية المباراة. ناتالي للما دانييلا، خطأ خطأ لصالح شاكيلا. سيباجيان بتسجل ناتالي الفعل، يعني عندها لعبة هدافة. 17 نقطة لناتالي سيباجيان بأول مباراة رسمية لها مع فريق الرياضة، هي لعبت كل حياتها هومنتمن. حلوة كتير يا ريبيكا، كمان عم تحاول تمرر ريبيكا بتاخذ الفاول. إذا فينا نشوف من الأول كيف قدرت، لاحظوا لاحظوا كيف قطعت عن دانييلا. إيجيا بيشوب بلوك شوت من شاكيلا هالمرة، هذا ثاني بلوك شوت بتعمله شاكيلا.
تمرير عم توصل لشاكيلا نان بتضيع تحت السلة بطريقة غريبة عجيبة بطريقة غريبة عم تضيع شاكيلا. يعني هيك فرص للعبة محترفة أجنبية ما لازم تضيعهم. ريبيكا بتسجل العقل 21 نقطة للعقل هدافة المباراة 15 نقطة آخر ثواني المباراة. ناتالي سيباتيان بتتعرض للبلوك شوت من ماري توروسيان تعمل البلوك شوت توروسيان على ناتالي 4 ثواني و8 أعشار بيبقى لنهاية المباراة. ناتالي لدانييلا تسديده ثلاثيه والمباراه عم تنتهي بفوز هومات من انتلييس باول سوبر كاب. الجبال سوبر كاب عم يفوزوا فيه لاعبات هومات من انتلييس على حساب فريق الرياضي بنتيجه 67-52 فوز غالي وثمين طبعا لصالح لاعبات هومات من انتلييس اللي عم يقدروا يفوزوا بهالمباراه ويفوزوا باول سوبر كاب أول سوبر كاب تاريخية لكرة السلة للسيدات يلي فيها رح تنطلق طبعا بطولة لبنان رح تنطلق بعد أيام قليلة وريبيكا كمان رح تكون حدي. ريبيكا يعني مباراة ما كانت هينة أبدا عليكم بالكوارتر الأخير اللي قدرتوا عملتوا فرق. خبريني كيف قدرتوا نحطوا هالجيم كيف قدرتوا تعملوا الفرق بس بالكوارتر الأخير. بلشنا كثير بطيء صراحة من بعد ما رجعنا من مصر التمرينات ما كانوا كثير منيح واليوم الكوتش قبل الجيم قالتنا انه اخر فتره ما كنا مثل ما لازم وبلشنا عاطل مثل ما شفنا. بعد شوي ديفنس كان عاطل اوفنس كان سافا مش سوري العكس اوفنس كان عاطل ديفنس واز فاين بس بلشنا كلنا نحط سله فتحت لعبتنا اوريدي ديفنس منيح وشويه حركه طابق اوفنسيفلي بلشت تفتح اللعبه ذاتس واي عملنا الفرق. يعني اليوم شفناك بسكورينج 4 3 بوينتس انت وشيرين الشريف يعني اليوم عملتوا ثنائي مرعب يعني شيرين عملت كمان دبل دبل قد ايه كانت شيرين يعني قيمه اضافيه لفريق هومنت بانتقالها من الرياضه لهومنت من هالمره. انا كثير بحب العب مع شيرين واول ما اجت على هومنت من كثير انبسطت لانه بس كنت لعب ضدها بعرف انها كثير ذكيه على الديفنس وعلى الاوفنس بتحرك كثير منيح اليوم لعبت كثير كثير منيح سنتر ذكيه بتقشع بتلعب ديفنس بتقاتل وعايزينها يعني كنا وبينت بالستاتس تبعها. كيف بتشوفي بطولة لبنان اللي رح تنطلق بعد ايام قليلة؟ بتشوفي رح تكون في تنافس كبير انت ورياضي وأوترانيك؟ نحن ورياضي وأوترانيك مفروض احسن ثلاثة، البقية الليفل صراحة اوطى شوي. صحيح. بس كل جيم ما فيك تفوت نصف، يو نيفر نو كيف تعمل فوبا، ذاتس واي محضرين كثير هيدا الجيم نوت باد، فينا نلعب احسن. اكيد حنصحح كثير من بعده وهوبفلي احسن واحسن. مبروك اذا ريبيكا عقل باخذ تالين خاتشادوريان رئيسه لجنه كره السله بفريق هومنت من انتلييس. تالين اول شيء بدي لك مبروك يعني بايام قليله لقبين لقب البطوله العربيه ولقب السوبر كاب يلي هو اول سوبر كاب بصير بتاريخ كره السله النسائيه. قد ايه يعني لهومنت من يفتتح الموسم بسوبر كاب تاريخي بالنسبه لكره السله النسائيه؟ اكيد هيدا انه كنا حابين يكون عندنا هالكاس وثاني كاس هالسنه بظرف يمكن جمعتين ثلاثه كنا محضرين كثير منيح بس اكيد ما كنا لاعبين مع اشيا الاجنبيه كانت مثل تيست لنا هالجيم كثير مبسوطه انا مبروك لهومنتمان وان شاء الله جايين الباقيين. يعني شو جاي الباقي؟ عندكم بطوله لبنان كاس لبنان صار له فتره طويله ما قدرتوا تفوزوا فيه كهومنتمان انتلييس يعني عم تربحوا بكل شيء بس ما عم تقدروا تربحوا، هالسنة رح تربح البطولة والكاس كمان؟ إن شاء الله رح نربح البطولة والكاس وعندنا بطولة انعزمنا ببطولة دبي وعندنا أكيد بطولة غرب آسيا وإن شاء الله نربح كلهم. يعني معروفة تالين بتحضر مفاجآت كبيرة بالنسبة للأجنبيات، رح يكون في أجنبية كمان اسم كبير بالبطولة قريباً؟ أكيد عم نشتغل عليها. بالفاينل فور بتقول؟ أكيد. دبليو إم بي إي كمان؟ يعني أني تايم بيكون عندنا تشينج ما بنعرف، أني تايم نحن سربرايز. أوكي هيك عنصر مفاجأة. بدي أشكرك تالين مبروك. ثانك يو غياس، ثانك يو للـ بي سي، ثانك يو. ثانك يو لك تالين. ثانك يو.
إذن يعني بانتظار توزيع الكأس السوبر كاب الجبال سوبر كاب 2018 اللي عم نشوفه أكيد ثواني قليلة وبيبدأ التتويج لسيدات الفريقين. بركي شيرين كمان شيرين الشريف يلي رح تكون حدي. شيرين اسم الله عليك، مبروك أول شيء، دبل دبل، كنت عم تلعبي بطريقة ممتازة دفاعا هجوما، يعني عودتك لتلعب انت وريبيكا عقل، لانه اليوم انتم كنتوا الثنائي المرعب بالفريق، قد ايه هذا الشيء بيريحك تلعبي مع ريبيكا؟ صراحه انا انتقالي للهومنتمن اكيد كان له اسباب كثير، بس صراحه سبب منهم انه ريبيكا بالهومنتمن، انا ريبيكا من ايام الرياضه كثير بحب العب انا وياها، يعني عن جد شخص، وهي قالت نفس الشيء، شخص عن جد يعني لي شرف انه عم بلعب معه، يعني مثل ما شفت اليوم انا وياها كثير بنفهم على بعض، يعني لعبانين مع بعض 4 سنين قبل، فالحمد لله تقدرنا كثير منيح لهيدا الجيم وما عندنا غير حل، يعني بدنا نربح فالحمد لله. كيف شايف انطلاقه الموسم الجديد لكره السله للسيدات بكاس سوبر كاب اللي هو بصير للمره الاولى؟ هذا الشيء بيعطيكم معنويات، بيعطيكم اول شيء بدنا نشكر رئيس الاتحاد على هذا الجيم اللي لعبناه، يعني هيدي اول سنه بنلعب كاس السوبر، هيدي جستشر كانت كثير حلوه، مثل ما شايفين مبين البطوله حتكون كثير قويه، يعني شفتوا الجيم كيف كان، كنا ماشيين مع بعض اول تو كوارتر للثالث كوارتر مضبوط 100%، بعتقد البطوله حتكون كثير قويه، يعني مش بس كمان في الانترانيك، بعتقد محضرين كثير منيح، يعني في كذا فريق محضرين كثير منيح، فبعتقد البطوله حتكون كثير قويه. انا بدي اشكرك شيرين ومبروك من جديد، ثانك يو لك. باخذ المدرب مروان دياب مدرب فريق الرياضي، يعني كوتش بدي اقول لك هارد لك، قدرتوا مشيتوا مع هومنتمن ثلاث كوارترز، يعني هن جايين من بطوله عربيه لاعبين جيمز حاضرين، شفنا هالشيء وعندهم انسجام، يعني ريبيكا وشيرين بيعرفوا بعض كثير منيح في كامستري، قدرت مشيت ثلاث كوارترز، شو صار بالكوارتر الاخير؟ ليك قلت يعني نحن اول شيء الفريق بانينه جديد، عناصر كلها جديده، كان بينقص هذا الفريق الكامستري والجيمات، نغلط بالجيمز كرمال نتعلم، ما قدرنا نعمل الا 2 فريندلي جيمز مع الانترانيك وهون بوجهنا الشكر، بعدين بالجيم ضلينا بلشنا وكنا عم نلعب جود ديفنس وجود ستوبس، بس اخر شيء هن استفادوا من الاوفنسيف ريباوند واستفادوا من التيرن اوفر اللي عملناهم، اوفنسيف ريباوند قتلونا، يعني قتلوا الجيم هجمه واحده 4 اوفنسيف ريباوند 100% بهجمه واحده. كوتش يعني اكيد من هيدي المباراه الرياضي رح يستفيد ليصحح والبطوله رح تنطلع بعد ايام قليله، شو رايك بانطلاقه الموسم بالسوبر كاب يلي عم يعطي هيك اذا فيهم معنويات للسيدات؟ 100% هالسنه الاتحاد عم يعمل كل شيء ديفرنت صراحه، وبوجه لهم تحيه من الرئيس لكل الاعضاء، سوبر كاب فئات عمريه منتخب بي، هيدا اشياء كثير بوزيتيف للباسكت وكثير هيلثي، وان شاء الله نحن بنوعد جمهورنا جمهور النادي الرياضي حنبيض لهم وجههم وحنجيب الكاس ان شاء الله. بدي بارك للهومنتمن، لعبوا جيم حلو وبيستاهلوا. انا بدي اشكرك اكيد كوتش مروان، يعطيك العافيه، وقت عم نشوف طبعا اللجنه الاداريه للاتحاد الملكي لكره السله عم يسلموا الجوائز، عم نشوف ايدي ابو زخم، عم نشوف مازن طباره كمان رئيس نادي الرياضي عم يسلم الميداليات للاعبات، وما بدنا نستلموا لاعبات الرياضي، راح ياخذ ناتالي سيفاجيان يلي صارت حدي، رجعت التاتش واضحه جدا انه ناتالي كنت عم تلعبي جيم كثير منيح، قدرتوا جريتوا فريقهم مثل فريقك السابق، يعني اول شيء معنويا كنت مرتاح عم تلعب ضد فريقك السابق اللي لعبتي معه كل حياتك الاحترافيه؟ صراحة كنت I was training my mind إنه بعرف إنه صعبة، بس I was training my mind إنه المشاعر رح أتركهم بالبيت، وأنا اليوم عم مثل نادي الرياضة مثل جورسي طبعاً اللي لبس أكيد سو خلص فكرت إنه رح ألعب my game and I will enjoy it. That's it. ناتالي ثلاث كوارترز كنتوا ماشيين تقريبا مع بعض، ما حدا يعني بعدتوا شوي انتوا عن هومنتمن، رجعوا سكروا الفريق، كوارتر الاخير انهار فريق الرياضه، عملوا 10-0 ران عليكم باول رابع كوارتر، ما قدرتوا جريتون، هي قله المباريات التحضيريه لانه هومنتمن لاعبين بطوله عربيه في كمستري اكثر، كيف بتحلل الكوارتر الاخير؟ اكيد هيدي كلها بنعرف انه الهومنتمن كانوا عم بيلعبوا تورنمنت، وتورنمنت كل يوم عندهم كان عندهم جيمات، سو دي صح they played at least 6 or 7 games and they won the championship. معنوياتهم بالسما، so نحنا كنا بس يمكن لعبنا 2 friendly games so I think we did good. كان فينا نربح، ما كان بالماتش ما كان في شيء، كان فينا ننهي، بس انه اقل غلطه ضدهم خلص
صح. هارد لك ناتالي، بنشوفك اكيد بالموسم المقبل. عم نشوف هون كابتن فريق هومنت من مغريت روسيان رح تتسلم السوبر كاب الاول، سوبر كاب الجبال، سوبر كاب 2018، الى جانب رئيس الاتحاد الملكي لكره السله طلال مأدسي يلي موجودين ليسلموا الوومن سوبر كاب 2018. إذن كابتن فريق هومنت من مغريت روسيان، وهون كمان الشيك قد قيمته بس شك مقدم الاجي بقال عم نشوف باي طريقه لاعبات هومنتن عم يحتفلوا بالفوز باجي بقال سوبر كاب. وتروسيا حاليا رح تحمل كاس السوبر 2018. اذا مغري تروسيا بتحمل كاس السوبر 2018 بفوز فريق هومنتن أنترياس على حساب الرياضي بفارق 15 نقطة 67-52. إذن فوز مهم جدا لفريق هومنتن أنترياس بانطلاق الموسم الجديد لكرة السلة النسائية. مشاهدينا مع الصور والمشاهد بالفعل الاحتفالية لسيدات هومنتن أنترياس الفائزات بكأس السوبر 2018 اس جي بي ال كأس السوبر 2018. أنا بدي أشكركم أكيد، أنا بدي أشكركم وأشكر حسن المتابعة، كل يلي تابعوا معنا المباراة على ألفا سبورتس آب وال بي 2. مشوارنا بيتجدد بكمان مقدسي فاونديشن بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات. رح آخذ أستاذ أكرم الحلبي بشكل سريع قبل انطلاق قبل ما نختم. بريزيدان، يعني اليوم للمرة الأولى هيدي مباراة تاريخية للسيدات، لأنه أول سوبر كاب بتاريخ كرة السلة عم تدخل فيه الموسم. شو بيعني لك إنه يكون في بعهدك سوبر كاب نسائي للمرة الأولى؟ يعني أنت بتعرف غياس مثل ما عم بتشوف، هيدا بيثبت أكثر وأكثر تعلق الناس بالباسكتبول، وإنه الباسكتبول اللبناني عم تتقدم مش عم ترجع لورا، وهيدا أكبر إثبات. مين قال عم ترجع لورا ليه؟ في حكي كثير إنه عم ترجع لورا، بالعكس هيدا أكبر إثبات إنه الباسكتبول اللبناني عم تتقدم، وإنه الباسكتبول اللبناني نطرى أيام أحلى وأحلى وبوعدك فيها بالتعاون معكم بالتعاون مع كل الأندية. وإن شاء الله يعني هاي تكون بداية لمستقبل باهر لكرة السلة اللبنانية. إن شاء الله أكيد. كلمة هيك أخيرة عن منتخب لبنان، هلا بدنا نركز عليه بهالأيام المقبلة، كيف وضع المنتخب بالويندو الخامس اللي رح يكون خارج لبنان؟ صدقني غياس أنا متفائل كثير، النفسية بقلب المنتخب كثير حلوة يعني؟ إن شاء الله يا رب مثل ما الله بريد ومثل ما اللعيبة قد إيه بيعطوا بنقدر نوصل. انا كثير متفائل، وانا رايح كمان واكب المنتخب بكوريا، وان شاء الله بنربح ونرفع اسم لبنان عاليا بكوريا وبالصين. انا بدي اشكرك اكيد استاذ اكرم الحلبي، بشكر كل المشاهدين تابعوا معنا المباراه يوم السبت انطلاق بطوله لبنان للسيدات على الفا اب. تابعوا دائما كمان الفا سبورتس اب. بشكركم، بشكر حسن المتابعه، بدي اودعكم الى اللقاء.